بسم الله نبدأ بتشكيل دائرة سحرية على هذا الشكل، نغلقها بسلسلة، نضيف سلسلة وسلسلة أخرى، ثلاث سلاسل نعتبرها العمود الأول، وداخل الدائرة نضيف العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع، أربعة أعمدة بلفة، نرتفع بثلاث سلاسل، ندير العمل وسنشتغل فوق كل عمود، نشكل عمود بلفة فوق هذا العمود، عمود بلفة فوق العمود الثاني، عمود بلفة فوق العمود الثالث، عمود بلفة، وفوق هذه السلاسل في السلسلة الثالثة أشكل عمود بلفة. الآن نرتفع بأربعة سلاسل، ندير العمل مرة أخرى لكي نشتغل داخل الدائرة السحرية، نترك السلاسل في الخلف خلف الأعمدة، ثم داخل الدائرة أشكل عمود بلفة وأكرر نفس العملية، العمود الثاني ثم العمود الثالث بلفة والعمود الرابع، أربع أعمدة بلفة، نرتفع بثلاث سلاسل، ندير العمل، نشتغل فوق الأعمدة، العمود الأول ثم العمود الثاني والعمود الثالث وفي الأخير العمود الرابع، الآن نرتفع بأربعة سلاسل، ندير العمل مرة أخرى ونشكل عمود بلفة في الدائرة، ثم نضيف العمود الثاني بلفة والعمود الثالث والعمود الرابع، نرتفع بثلاث سلاسل، ندير العمل وفوق كل عمود أشكل عمود بلفة. نرتفع بأربعة سلاسل ثم نرجع إلى الدائرة لنضيف خمس بتلات أخرى بنفس الطريقة ليصبح المجموع ثماني بتلات في هذا السطر. شكلنا زهرة مكونة من 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمانية بتلات. شكلنا أربعة سلاسل، ندير العمل، الآن نأتي إلى العمود الأول
على السلسلة الثالثة وأغلق بمنزلق. انتهينا من هذا اللون الأصفر. غرزة للتثبيت ونقص الخيط وننظفه خلف العمل. خلف الزهرة لدينا 8 فراغات. أضع علامة في فراغ وأترك فراغ. في الفراغ الذي يليه أترك فراغ، فراغ الذي يليه أترك فراغ، والفراغ الذي يليه ثم أترك فراغ. هذه العلامات وضعتها في المكان الذي سأشتغل فيه زاوية المربع. أدخل خيط الأحمر في الفراغ، أشكل غرزة حشو، سلسلة ثم سلسلة، يعني العمود الأول مكون من هذه السلاسل. أضيف العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع. أرتفع بثلاث سلاسل، وفوق كل عمود أشكل عمود. نرتفع بأربعة سلاسل، أدير العمل وأعود إلى نفس الفراغ الذي شكلت فيه البتلة الأولى. أشكل بتلة ثانية بنفس الطريقة. أنهينا بتلتين في هذه الزاوية. الآن في الفراغ الموالي سأشكل بتلة واحدة فقط بنفس الطريقة. إذن شكلت هنا اثنان في هذا الفراغ واحدة، وفي هذا الفراغ أزيل العلامة وأشكل زاوية، يعني بتلتين في نفس المكان. نهاية السطر. الفراغ الموجود بين الزاويتين سأشكل بتلة واحدة. Thank you.
نهاية السطر. الآن سنغلقه على السلسلة الثالثة للعمود الأول بمنزلقة. ثم غرزة للتثبيت لأننا انتهينا من اللون الأحمر. لاحظوا شكل هذه الزهرة. الآن سنقص الخيط الأحمر وسننظف الخيط تحت العمل. الآن سنشتغل في الفراغات، وقبل ذلك نعلم كل ركن أو زاوية بعلامة. الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، ثم الزاوية الرابعة. إذن لاحظوا بين الزاويتين تكون لدينا فراغين. سنشتغل في الزاوية 2 فراغ 1. إذن بين الزاويتين يوجد فراغين. ندخل اللون الأبيض ونشكل السطر الثالث بنفس الطريقة السابقة.
إذن شكلنا ثلاثة أسطر بنفس الطريقة. الآن نضع علامة في الزاوية، لدينا ثلاث فراغات بين الزوايا في كل جهة. في السطر الرابع سنشتغل بغرزة الجراني في كل فراغ، ندخل لون آخر ونثبته غرزة حشو في الزاوية سلسلة اثنان، شكلنا عمود بلفة. الآن العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، ثلاث سلاسل ثم أربعة أعمدة في نفس المكان في الزاوية. إذن شكلنا غرزة الصدفة في الزاوية كما ترون سلسلة، ونأتي إلى الفراغ بعد الزاوية، نشكل كذلك أربعة أعمدة بلفة. سلسلة، وفي كل فراغ نشكل أربعة أعمدة بلفة. سلسلة، وفي الزاوية أربعة أعمدة، ثلاث سلاسل وأربعة أعمدة أخرى في نفس المكان، ونستمر بنفس الطريقة في الجهات الأخرى للمربع. أنهينا هذا النموذج الرائع. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.